اللجنة المركزية لطلاء الحريات التي استشرتها قررت أن تجعل مني مترشح، وأنا قبلت المقترح الذي أتت به اللجنة المركزية. قانون السلطة هذه مستقلة، وقانون الانتخابات في مجملهما بصفة عامة شيء مقبول، ويمكن به ندير انتخابات نقية ونظيفة. لكن من هو صاحب المصير تاع البلاد؟ من هو المقرر الأساسي في البلاد؟ هو الشعب. الشعب لازم يحرص باللي ما يوقعش التلاعب بالإرادة الشعبية تاعو بإرادته.